الشبهة الأخرى وهي السادسة، اتهام عائشة وحفصة بالكفر بناء على قول الله تبارك وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قالوا صغت أي مالت إلى الكفر، صغت أي مالت إلى الكفر. نقول هذا كذب، من قال إن صغت مالت إلى الكفر؟ ولكن الآية كما ذكرها الله تبارك وتعالى، والآيات كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أولا لابد أن نعلم أن المرأة جبلت على الغيرة فغار من المرأة الأخرى، وهذا أمر طبيعي في النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان تحته في ذلك الوقت تسع من النساء، وهن عائشة وأم سلمة وأم حبيبة وحفصة وصفية وميمونة وجويرية وزينب وزينب أو زينب بنت خزيمة أظن توفيت، وزينب ومن ذكرونا ها وسودة. طيب هؤلاء تسع نسوة كنا تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أو وكنا حزبين، كنا نساء النبي حزبين، حزب فيه سودة وعائشة وحفصة وأم حبيبة، والحزب الثاني فيه أم سلمة وجويرية وصفية وميمونة وزينب، حزبان. وهذا أمر طبيعي يحدث بين النساء، الغيرة تفعل بالنساء ما تفعل، وكلكم يعلم لما أراد علي أن يتزوج على فاطمة ذهبت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن الناس يقول إنك لا تغضب لبناتك، لمجرد أنه أراد أن يتزوج عليها. فالقصد أنه كانت غيرة بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهور في الصحيح صحيحين أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. اتمعنا ما أظن. طيب نشيل هذه كلها. طيب فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون حب النبي لعائشة، بل كان يصرح بذلك كما في حديث عمرو بن العاص لما سأله: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. فكان يصرح النبي بذلك، وكان هذا يحزن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحزنهن أكثر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة سواء كان من المهاجرين أو الأنصار كانوا يعلمون ذلك، وكانوا يهدون للنبي دائما في يوم عائشة. فاجتمع مجموعة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم: زينب وأم سلمة وصفية وميمونة ومن قلنا جويرية، اجتمعنا فقلنا: لماذا يهدي الناس للنبي صلى الله عليه وسلم فقط في يوم عائشة؟ لماذا لا يهدون له في أيامنا؟ لأن هذا يثلج صدر النبي ويفرحه، فيكون فرحا أكثر عند عائشة، يظن أن النساء هكذا. فأمرنا أم سلمة أن تخاطب النبي في ذلك، قلنا لها: إذا أتى إليك النبي صلى الله عليه وسلم فقولي له: مر الناس، أي أمر الناس أن يهدوا لك في أي بيت كنت. فقالت: نعم. فلما جاء يومها قالت للنبي ذلك، فسكت ولم يرد عليها صلى الله عليه وسلم. ثم اجتمعنا بها النساء، قالت: ماذا قال لك؟ قالت: والله ما رد علي شيء. قلنا: إذن إذا جاء يومك أي من الدور القادم بعد 9 أيام فقولي له ذلك. فلما جاء يومها أعادت الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليها أيضا.
فاجتمعنا بها من الغد، ماذا قال؟ قال ما رد علي شيئا. فأرسلنا إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا لها ذلك أيضا. فدخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع عائشة في يومها، فقالت له يا رسول الله إن نساءك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، يعني يشعرن بنوع من الضيق لأن الناس يهدون لك، وهذا ليس من فعل النبي ولكن من فعل الناس. فقال النبي لفاطمة أتحبينني؟ قالت نعم. قال فأحبي هذه، وأشار إلى عائشة. فلما خرجت فاطمة من عند النبي صلى الله عليه وسلم سألناها النساء ماذا قال لك؟ قالت قال لي كيف وكيف. قلنا ما صنعت شيئا. وفاطمة على فكرة أكبر من عائشة بثمان سنوات أو عشر سنوات، هي أكبر من عائشة بالسن. فأرسلنا زينب بنت جحش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت زينب تقول عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت لها أيضا مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فتكلمت زينب تقول وتكلمت في أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يأذن لي أن أرد أو لا، لا تتكلم بين يديه دون إذنه. تقول فرأيته قد سكت فعلمت أنه قد أذن. تقول فتكلمت حتى أسكتها، أسكتها تقول.